أنا بعاني في فشل كلوي، فعندي كلية شلتها وعندي أسرتي مريضة، الحالة الاجتماعية عندي أنا صفر. ساكنين في بيت العيلة بس إحنا كنا بالأجار، أجرنا برا سنين طويلة، ما قدرناش على الأجار. فإيه السلف مسافر برا، طلبنا منه نسكن في بيته، سمح لنا بس كان له شرط إنه أي يوم أنا أجي أبو ولادي بدكم يعني تخلوا لنا البيت. فهم سمحوا لنا إنه ناخذ المنطقة هذه من السطح. هذه سمحوا لنا إياها إنه نستنفع إلنا تصير ملكنا، يعني جهزوها وخذوها. بس من وين؟ يعني في الوضع اللي إحنا فيه والمنعاني منه، إحنا بس نلاقي علاجنا ونلاقي أكلنا. بدات في المستشفى لسدرة، وهذا يعني مشكلة بحد ذاتها، لأنه أحيانا بكون شو بتوفر معنا إحنا أجار الطريق يروح على المستشفى. يعني بتوصل نضل إحنا في البيت، بعدين الكهرباء قاطعة، الجهاز بدي أشغله وأعمل تبخير فيش كهرباء. ابني هذا الإبرة اللي باخذهم كل إبرة 100 دولار، هيني بطلت أعطيه إياها. الدكتور قال لي بعطيك تقرير بس إنه مش موجودين بوزارة الصحة. وبعد هيك دبري حالك فيه، غير بنتي بالجامعة. معيش أدفع رسوم جامعية، يعني هي بنتي ثاني سنة ولا حدا ساعدني بأي فصل، يعني هذا احنا بدك مصروف الجامعة غير المدفع للجامعة، شغلة الطريق كمان، المواصلات. وعند البنت هذه بالروضة يعني، هي بتزن على بدها تكمل، كنت بدي أبطلها، قلت لها بدي أحضر الاحتفال زي البنات، أولاد اثنين طلعتهم من المدرسة، يعني مش قادر أعطيهم أجار طريق يركبوا على المدرسة، مدارسهم بعيدة. نفسي إني أكمل تعليمي وأساعد أهلي وأشتري اللي بدي إياه. ما حمش حالي من حاجة ولا أنا ولا أهلي، إيش اللي بدهم إياه أجيب لهم إياه. لأنه بطلب من أبوي يعني مصاري كبجر ورقة على المدرسة، بدينيش بقول لي في شيء بروح مشي. تعال مشي. طب بتقدرش تروح مشي؟ لا لا عيان أنا، عيان أنا. يعني أولاد إلهم متطلبات. إحنا ساكنين بشوف أولاد عمهم بجيبوا، بشوف أولاد عمهم بيشتروا، بشوف أولاد عمهم بياكلوا بدهم. لا بتفهموا يعني بحكي مش شايفين وضع ابوكم وضعنا احنا يعني غير الحمد لله ربنا الان يعني بالمرض وهذا مش عيب يعني هذا الحمد لله من الله احنا بنعتبر حالنا من اغنى ناس انه ربنا مبتلينا بالمرض يعني الانسان ممكن لو ما لقيتش عشا اولادي عادي بنام بدون عشا فيش مشكله بس انا بدي دواء بدي يعني ما خدش علاجه الكلى الثانيه عنده ضمور فيه فشلت وانا اروح أنا عندي تليف في إيدي، إذا انتشر في إيدي كلها، فانتشر عندي في العضل مش في أولادي. بدي أروح أنا بدي أروح على الشفا، بروح مشي. بروح مشي على الشفا بروح، مش أجار طريق. هذا أكثر حاجة مريحة يعني بالنسبة لي، وأنا بالنسبة لي كست بيت أنا ممنوع أعجن، ممنوع أعجن بالمرة، صلاة النبي علي، لما أنا كل يوم بدي أجيب ربطة خبز بثمانية شيكل، بصراحة ما بتكفيش. يعني هذا مصروف وداخل ثاني أنا صار عندي. Thank you.
ربيها شو يا عيني سكر فيها تسكت هذول رسوم الروضة الأغراض اللي شرنا لك يعني اليوم كلهم هذول من مؤسسة أمان فلسطين ماليزيا مساعدة مقدمة من المؤسسة هذا طبعا باقي الدفعة اللي أخذناها اليوم علشان نشتري فيها الأغراض تفضل هذول باقيين جزء منها طبعا هذه الفكة اللي زادت معنا هذه لك عشان تدفع رسوم إلها للروضة وتدفع للمدارس وتشتروا علاج إن شاء الله أول إشي الله وبعدين نشكر ماليزيا نشكر الجمعيات اللي قامت في المساعدة هذه اللي طلع الأطفال كيف دقت فيهم الروح واللي مبطن المدرسة حرجوا من المدرسة إن شاء الله إن شاء الله وربنا يقدمنا يا رب والله يعطينا طولة العمر ونقوم فعلا يا رب الله يعطيك الصحة يا يعني فزي ما احتياجاتكم انتوا ايش الاحتياجات اللي انتوا كانت لازمة لكم اللي انتوا طلبتوها وفرنا العلاج الاشي من السوق خضار فواكه اشي من السوبر ماركت اشي العاب للصغار يعني اقل اشي احنا بنقدر نقدمه شكرا كثير لكم وبارك الله فيكم يعني اول حاجة نحكيها وشكرا كمان للشعب الماليزي اللي يعني هم ساعدونا وفكروا انهم يساعدونا كمان يعني وشكرا لكم لكل انسان يعني بمد ايده لفعل الخير للناس المحتاجه وبنقول جزاكم الله وجزاهم كل خير وربنا يبارك فيكم ان شاء الله وان شاء الله كل ميزان حسناتكم يعني والحمد لله ان وفرتوا الحاجات الاساسيه اللي كانت ناقصه علينا طبعا شكرا ماليزيا انا بحبكم كثير